أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات، حلقة جديدة من حلقاتنا على قناة المشاهد تيفي. خبر اليوم 120 مليون درهم هو الحجم المالي المخصص للأحزاب السياسية، ولكن السؤال ماذا عن العزوف السياسي؟ 34 حزبا في المغرب تحصل على دعم 120 مليون درهم، هذا هو الخبر. والسؤال، هل تستحق بالفعل هذه الأحزاب هذا المبلغ الكبير؟ وهل تقوم بمهامها على مستوى التأطير للجماهير وعلى مستوى المشاركة السياسية الفعالة، أم أن هناك فقط دكاكين سياسية تفتح زمن الانتخابات وتبقى مغلوقة إلى أجل غير مسمى؟ 34 حزب عدد كبير من الأحزاب، بينما دول كبرى ودول في الجوار لا تتعدى الأحزاب فيها إلى 4 أحزاب سياسية، كما هو حال إسبانيا القريبة منا، مع أحزاب قوية وحاضرة بقوة في المشهد السياسي وعلى المستوى التنافس لإرضاء مواطنيها والدفاع عن حقوقهم، من رؤية يعني اقتصادية وسياسية واجتماعية صلبة لا تلين عنها ولا تلين عن مطالبها من طبيعة الحال. في الولايات المتحدة الأمريكية يهيمن فقط حزبان أساسيان، الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، ولا يمكننا بتاتا عقد مقارنة في هذا السياق، لا على مستوى التنظيم ولا على مستوى طريقة الحملة الانتخابية ولا عن حجم المتبرعين ولا حتى عن الناس المنتخبين أو من ينتخبون. 34 حزبا مغربيا، بعضها يجر تاريخا طويلا وبعضها حديث الولادة وبعضها طوعه المخزن وبعضها من صنيعة المخزن، ولادة وحضانة وتربية، ويكافأ بهذا الدعم السخي. 34 حزبا مع 120 مليون درهم كسخاء من الدولة، وتحمل معها من طبيعة الحال فكرة التعددية أو التعددية الحزبية في المغرب، وهي تعددية هجينة على كافة المستويات، تتعدى حدود المعقول وتسبح في إطارات فارغة، يقابلها عزوف كبير لدى شرائح كبيرة من المجتمع المغربي على مستوى المشاركة السياسية، وعزوف عن عمليات التصويت تصل أدنى مستوياتها. 34 حزب تقابل بالعزوف وعدم الثقة وعن تشابه كبير في البرامج السياسية وعمليات استنساخ هجينة لهذه البرامج، وهي بعيدة بكل البعد عن المواطن وتخدم فقط أجندات لا أقل ولا أكثر، وتبتعد عن التأطير السياسي. إلا من رحم ربي من هذه الأحزاب، فهل سيأتي دور الأحزاب جهوية تماشيا مع فكرة الجهوية لسد هذا الفراغ الكبير؟ نحن
على مقربة من انتخابات 2021، والكل يستعد مع هذا السخاء للدولة المغربية في إطعام هذه الأفواه الحزبية التي لا يهمها المواطن ولا تهمها ولا يهمها مطالب المواطنين في مسألة الفقر والبطالة والصحة والسكن، وتستعد لدخول هذه الرهانات بنفس الأتواب وبنفس الوجوه القديمة. فمتى سيحين زمن التغيير؟ ذاك هو السؤال. نأتي على نهاية هذه الحلقة، شكرا لتواصلكم وشكرا لدعمكم، وإلى حلقات متجددة بحول الله، وأسعد الله أوقاتكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.